بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واقض حوائجنا وحوائج السائلين من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين. وأدخلنا وأدخلهم في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا وأخرجهم من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، المجلس 87 في شرح كتاب فتح القريب المجيد لابن قاسم الغزي على ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. فصل في أحكام الأطعمة الحلال منها وغيرها، يعني معرفة الحلال من الطعام والحرام من الطعام، هذا أمر ضروري لكل مسلم، ضروري لكل مسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى. وبالتالي يجب على كل مسلم أن يعرف هذا الباب، وهو فرض عين على كل مسلم. طالما بيأكل ويشرب عليه أن يدرس هذا الباب دراسة جيدة، ولأن الإنسان لا يخلو حاله من أنه يعني آكل وشارب طالما حي على وجه الأرض، وبالتالي عليه أن يدرس هذا الموضوع دراسة وافية ليتجنب الوقوع في الحرام. يقول المصنف: وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. وكل حيوان استطابته العرب، ليه العرب؟ لأن الدين نزل بالعربي، ولأن النبي عربي، فهم الأصل وغيرهم الفرع، فصاروا هم المقياس. لما كانت لغتهم هي لغة الشرع صاروا هم المقياس. فكل طعام، كل حيوان تستطيبه العرب، يعني معناه في حيوانات معروفة حلها وفي حيوانات معروفة حرمتها. افرض لقينا حيوان ظهر ما كانش موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، نشوف العرب بتستطيبه، يعني معناه ان هي ما تقرفش تاكله. ولازم العرب هنا مين؟ العرب اللي هم يكونوا من اهل الثروه والقسط، مش اللي عايشين جعانين. هو جعان هياكل اي حاجه، لازم يكون العربي ايه، يعني عنده وفره من الطعام، وعنده حاله من الاستقرار النفسي، بحيث ما يكونش فيه ضرورة ولا فيه يعني مجاعة في حالته العادية كده. إذا عرض عليه مثلا الكنجار كنغة، أو ده ما كانش موجود أيام النبي، ياكلوا العربي ولا ما ياكلوش؟ فتحنا استراليا لقينا فيها حيوان ما كانش موجود أيام النبي اسمه كنجار، اللي هو الكنغر، وهو أكل عشب لكن شكله غريب، وعمر ما العرب فكرت تاكله. طب لو عرضنا هذا الحيوان على العرب اللي بذي الصفر، اللي هم ايه، من اهل القسط والايه والمزاج المعتدل، ياكلوه ولا يقرفوا منه؟ لو قالوا لك يعني اقرف منه يبقى حرام، يبقى هذا في الحيوان الذي ايه لم يكن في عصر النبي عرف، ولم يكن في دليل من الشرع على حله او حرمته. إنما لو عندنا حيوان الرسول نص على إنه حرام، خلاص حرام، واضح؟ علشان كده بيقول: وكل حيوان استطابته العرب. بيقول الشارح إيه بقى؟ الذين هم أهل ثروة وقصب وطباع سليمة ورفاهية. زي إيه دلوقتي؟ زي أهل مصر. أهل مصر
تلاقيهم ما ياكلوش الا الاكلات اللي حتى والفقير منهم تلاقي لهم نفس معينه في الاكل كده. فلو عرضتوا على اهل مصر دول يعتبروا اهل رفاهيه في الطعام، بالرغم ان في الناس يقول لك غلا ومش غلا لكنهم اهل رفاهيه. انا اعرف ناس بسطاء جدا ما يقدرش ياكل الا السمنه البلدي الفلاح حتى ولو مش هياكل، يعني هما طباعهم نزيه فعلا حتى ولو كان فقير، فهمت؟ يبقى يعرج عليه. فهمت المسألة؟ علشان كده يقول لك لازم أهل ثروة يعني ما يكونوش في مجاعة يعني، وأخص بن يعني عندهم إيه محاصيل كتيرة وعايشين مستريحين، وطباع سليمة كمان، طبع سليم، ورفاهية يعني عندهم كمان إيه ما جربوش الجوع مدة طويلة والمجاعات والحاجات دي ولا الحروب ولا الحاجات. يبقى لو استطابوا الحيوان ده قال لك حلال ياكله فهو حلال. كويس؟ إلا شوف استثناء، خد بالك، إلا ما ورد الشرع بتحريمه. طب افرض العرب بتستطيب حيوان لكن الشرع قال لك إيه؟ حرام تاكله، زي الحمار الأهلي. الحمر الأهلية لو تدوق طعم الأحمام تلاقيه مش وحش. وعامل زي الحصان. فهمت ازاي؟ طعمه زي الحصان. لكن جه الشرع قال لنا حرام يبقى حرام. يبقى مش مسألة بقى ايه ان مجرد نستطيب وخلاص. فهمت؟ يبقى لازم يكون نص الشرع، لو نص الشرع على تحريم يبقى حرام حتى ولو استطابته الطباع السليم. ليه؟ لأن الحيوان الحمار الوحشي يجوز أكله. لكن الحمار الأهلي لا يجوز أكله. ما ده زي ده. الاثنين حمير. اشمعنى الشارع حرم ده واحل ده؟ يبقى مش مساله خبث لحم بقى، ده مساله عله اخرى. قد يكون عله تعبديه وكان يكون حكمه ان الحمار الاهلي استعماله في الحمل والتنقل افيد من اكله. فلو وعرخص ثمنه لو احل الشارع اكله لابيد يخلص، الناس هتستهلكه على طول. فيمكن الشارع حرمه للحفاظ عليه. واضح؟ علل كثيرة. واحد يقول طب افرض ذلك العلة وبقينا نركب التوكتوك ما بنركبش الحمار، ينفع ناكله بقى ولا ما ناكلوش؟ حتى في الأرياف بقوا بينقلوا الإيه؟ المزروعات بتاعتهم من الغيطة بتاع على جرار وعلى عربيات، الحمار ما بقاش يعني زي زمان. نقول برضه حرام. لأن قد تكون هناك علة أخرى، لأن اللي إحنا بنقولها دي مش علة، دي حكمة. حكمة الشرع بتحريمه إننا نحافظ عليه، لكن مش العلة. عارف لو كانت العلة إذا زالت يحل، وبالتالي هناك فرق بين الحل العلة والحكم. لو نص الشارع على حرمة حيوان معين حرام خلاص ما ناكلوش. طب الثعلب، الثعلب ناكله ولا ناكلوش؟ ناكله. الشافعية ياكلوا الثعلب لأنه هو الثعلب بطبيعته وإن كان آكل لحم إلا إنه مش مفترس أوي، يعني مش حياته كلها على الافتراس، ده بياكل كل حاجة. والعرب كانت تستسيغ أكله كمان، والنبي لم ينص على تحريمه. يبقى خلاص كل الثعلب. الضبع عند الشافعية كله. الضبع ممكن تاكله عند الشافعية. ليه؟ لأن العرب كانت إيه؟ تستسيغ أكله ولم ينص النبي على تحريمه وكان في بلده. في صحراء الجزيرة يعني. وعشان كده الشافعية ياكلوا الضبع. ياكلوا الثعلب. كويس؟ لكن أما تيجي تلاقي حيوانات مثلا زي الفيل. الفيل العرب تقرف منه. لا تستسيغه. ما يرضوش ياكلوه. ويقرفوا منه مع إنه أكل عشب. يبقى العلة مش مسألة إن ده أكل لحمة ومش أكل عشب، مش العلة كده، لا، ده العلة كمان إن أحيانا العرب لا تستسيغ أكله، فيجي الشارع يحترم فيهم طبيعتهم وسجياتهم، فلا يصدمهم في سجياتهم، لأن إحنا بينا لينا الفطر. فالعرب كانت تقرف من أكل الفيل. وهو فعلا لما تيجي تقطعه تلاقي كله جيلاتين وكل حاجة تقرف منه. وإن كان في ناب إلا إن نابه يدافع بيه عن نفسه ولا يفترس بيه. يبقى هو مش مفترس واكل عشب بس يحرم اكله. طب القرود كانت موجوده في جزيره العرب، كانوا القرود العرب ما كانوش القرود، يبقى ليه حرام؟ فهمت ازاي؟ حرام تاكل.
احنا لو مسلمين مش هياكلوه لانه التزموا بالشرع، لو مسلمين في اهل الهند مش هياكلوه بقى. واهل الهند حاليا ما بياكلوش برضه حتى غير المسلمين، ده بيحترموه، ده لما تيجي يبقى معدي تعظيم سنه ده بيحترموه جدا. لكن على اي حال احنا بنتكلم على احكام الاسلام، وان كانت اخذت العرب مقياس الا انه يلزم سائر الامم، لان العرب وخصوصا قريش الناس لهم تبع، الناس ايه لهم تبع، لان النبي منهم وجاء الشرع بلسانهم ونزل الوحي في ارضهم، فلهم مزايا، هذه المزايا تجعلهم مقياس بما لم ينص الشرع على ذلك. العرب كانت لا تاكل الحشرات، تتقزز منها فيحرم اكل كل الحشرات، ما ينفعش تاكل دبان ولا صراصير ولا ناموس ولا نحل ولا الجراد، نص الشرع على الحل خلاص، ما لم ينص الشرع على كويس، يبقى وكل ما امر الشارع بقتله يحرم اكله. قاعده ثانيه في البلد، كل ما امر الشارع بقتله، النبي امرنا بقتل الفقر يبقى ما ناكلش الدجاج، مش واحد يقول لك اصل الفار الغيطي ده بيبقى كبير كده وشبه الارنب ياكل. انا اتربيت في البدرشين وكان بعض الفلاحين ياكلوا الفيران الغيطي، يا سيدي حرام ده فار، يقول لك ده زي الارنب، يا عم ما ينفعش ده فار، فهمت؟ حرام اكله، لان الفار الغيطي بيبقى كبير كده زي الارنب، ده كان حرام اكله. مع ان في عرب اهو تستسيغه، لكن بس نص النبي على قتله، ولو كان يجوز اكله لقال ايه اذبحوه كلوه، لكن امر بايه بقتل الفقر. كل ما نص الشرع على قتله كالفقر والعقرب والحيه والحدقه والغراب، مش كده الشرع نص على هؤلاء، قال يقتلون في الحل والحرم، يبقى يحرم اكل هذه ايه الاصنام. دي قواعد لازم نفهمها، لان لازم المسلم يعرف ايه الحلال من الحرام عشان ما يروحش يعك وياكل حرام وما شابه. دي نقطه مهمه، خصوصا البلاد اللي اتفتحت وتروح الصين تلاقيهم بياكلوا صراصير وبياكلوا مش عارف ايه، تبقى عارف راسك من رجليك. الحيوانات البرمائيه اللي تعيش في البر وتعيش في الميه زي الضفدع وزي التمساح حرام عند الشافعيه. الملكيه اجازوا اكل ايه؟ الضفدع، لكن الشافعيه قالوا حرام. اولا يستقذر عند العرب، ثانيا حيوان ليس مائي وهو يعتبر بري لانه بيتنفس بالهواء الجوي، ثم انه مستقذر يبقى يحرم اكل الضفدع. فهمت بقى؟ ده التمساح حرام اكل كذلك عند الشافعيه، واظن الحنابله والاحناف كذلك. في وجه ضعيف عند الملكيه بجواز اكل التمساح، ولكن ما اعرفش هل هو ضعيف ولا قوي عندهم، لكن حرام اكله خلاص ونبعد طالما هي يحرم عند الجمهور. يبقى الواحد لازم ياخد باله من هذه الاشياء. يبقى إلا ما ورد الشرع بتحريمه فلا يرجع فيه لاستطابتهم له. يعني بعض العرب كانت تستقذر الضب، لكن النبي أحل أكله وهو لم يأكله، يبقى حلال. الضب حلال، مع إنه كثير من العرب تستقذره، أهل مصر معظمهم يستقذروا الضب، إلا بعض اللي قبائل في سينا بياكلوا أحيانا. لكن هات واحد من الدلتا كده ولا من الصعيد يروح سينا ويلاقيهم بياكلوا ضب، ما يرضاش ياكل. يستقذر، فهمت ازاي؟ لكنه النبي أحل وقال أما أنا فأعاف الأرنب. النبي كان منه ورد، عرض عليه ورد أرنب، جزء من أرنب يعني أكله صلى الله عليه وسلم، وأجاز الصحابة أن يأكلوا منه، وإن كان لم يأكله كثيرا كان برضه يتأفف منه كالضب الأرنب بالذات، لأنه قال أظن أنها ضحية، فكان ما يرضاش يأكلها كثيرا. لكن الأرنب بالرغم أن النبي تأفف منه أحيانا إلى أنه أكله مرة وأحل أكله. يبقى لابد أننا نرجع لنص الشارع فيما نص عليه، كل ما أمر بقتله يحرم وكل ما نص على اسمه يحرم. طب افرض بقى ظهرت الحيوانات لم ينص الشارع على تحريمها ولم يشتهر العرب أنهم أكلوها، نعرضها على إيه؟ على العرب المعتدل المزاج. إيه رأيكم، ناكل الكنغر ولا ناكلوش الكنغر؟ ناكله ولا ما ناكلوش؟
الزرافه ناكلها ولا ما ناكلهاش؟ واصل الزرافه دي بقى عشبيه ومش مختلفه. عندنا في الزرافه وجهين عند الشافعي، رجح الامام النووي حرمتها ورجح غيره مثلا حله، اختلفوا فيه الزرافه. فهمت بقى ازاي؟ يعني في بعض الحيوانات حتى يختلفوا فيها الفقهاء زي الزرافه. النعامه يجوز اكلها، الطاووس في خلاف، بعضهم يجيز وبعضهم لا يجيز، وهكذا. يبقى في بعض الايه الحيوانات جاء الهدهد هل ناكله ولا ما ناكلوش؟ البعض يجيز اكله والبعض لا يجيز اكله، في حاجات مختلف فيها. والافضل خروج الخلاف، مش داعي تاكل هدهد. الغراب، كل انواع الغربان يجوز لا يجوز اكلها، ولا في بعض الغربان يجوز اكلها؟ والغراب الافقع هو اللي نهى النبي عن امر بقتله ونهى عنه، يبقى الافقع بس. اما الغراب الثاني في بعض الغربان تلاقيه اسود خالص ومنقاره ايه احمر وصغير شويه، اجاز الشافعيه اكله هذا النوع من الغراب. اما باقي الغربان لا يجوز، لكن الحدقه والنسر والعقاب كل ده حرام اكله لانه له مخلب، واخد بالك؟ لكن البط والوز والحاجات دي كلها كلنا بناكلها، مفيهاش مشكله، ما عندناش اشكال. وان كان في بعض الناس تستقذر اكل الوز، لكن ده ما ده بعض ما ينبنيش عليه الحكم شرعي، ده يبقى مزاج بقى. وكل حيوان استخبثه العرب، يعني عدوه خبيثا زي الفيل، العرب قاطبة لم يفكروا ان ياكلوا الفيل ولو في مجاعة. يستخبثوه كده، يبقى ما ينفعش ناكله. وكل حيوان استخبثه العرب اي عدوه خبيثا فهو حرام، الا ما ورد الشرع باباحته زي ايه؟ الضب. الضب بالكثير من العرب يقول لك لا لا ما اكلوش، لكن نص الشارع على حله، خلاص نسكت. اسكت وما تاكلوش انت حر، بس الشارع احلى. فلا يكون حراما. ليه بقى قلنا ان الحيوان اللي بنص الشارع على حرمته يكون حلال ان لم يستخبثه العرب؟ ليه؟ لان ربنا قال ويحل لهم الطيبات ويحرم لهم الخبائث. فاذا استخبثه العرب يبقى محرم. وليه لو لم يستخبثه العرب ولم ينص الشارع على حله يبقى حلال؟ لان ربنا بيقول قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طمع الا ان يكون ميتة او دما او لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا بغير ذلك. وخلاص يبقى الأصل حل. الأصل حل. فهمت الأصول ماشية إزاي؟ كيفية ترتيب ذهن الفقيه في المسألة. وعلشان كده يقول لك وكل حيوان استخبثه العرب لأن يحل لهم الطيبات ويحرم الخبائث. فجاي استخبثه العرب عشان أي عدوه خبيثا فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته فلا يكون حراما. ويحرم من السباع ما له ناب، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيته، يعني إلا ما أدركته فيه حياة مستقرة فزكيته. لأن ما أكل السبع يعني إيه؟ يعني ما اصطاده السبع. يعني السبع اصطاد حيوان، اصطاد غزالة. وبعدين أنا أدركت الغزالة دي وهي فيها حياة مستقرة. أزكيها وأكلها. عشان كده بيقول إلا ما زكيت. فاهم؟ لكن لو أدركتها ما فيهاش حياة مستقرة خلاص بقيت ميت. ما أكلهاش. لكن ما نصش على السبع نفسه حرام. لكن نص النبي على أن إيه؟ كل ذي ناب وكل ذي مخلب حرام، يبقى الشارع نص على السبع نفسه، لكن الآية نصت على ما اصطاده السبع. فهمت بقى ازاي؟ ويحرم من السباع ما له ناب، أي سن قوي يعدو به على الحيوان كأسد ونمر وذئب برضه، تحط الذئب معاه. وكل ما كان من جنس بقى الذئاب. وخرج الشافعية الثعلب والضبع يجوز اكلهم عند الشافعية.
وان كنت انا شافعي لو عزموني على ضوء مش هاكل. اقرف منه لانه مستلوجيش بيتكلم وبقى ريحته خبيثه. حاجه كده تقرف. فمش كل حاجه يقولها لك الشافعي تبقى تاكلها يعني. واخد بالك؟ ما يجراش حاجه لو قلت انا مش هاكله ما يجراش حاجه. وان كان هو حلال. لا بس العرب اكلوه ايام النبي ولم يحرموا عليه. من ايام النبي. عشان كده الإمام الشافعي بيقول لك ده بيؤكل من قرون وجاء في عصر النبي لم ينص على تحليله وكان يعلم انه العرب بياكلوه فأجازه الشافعي. يا شافعي ويحرم من السباع ما له ناب أي سن قوي يعدو به على الحيوان كأسد ونمر. طب والفهد؟ الفهد بقى ايه في خلاف؟ بعض العلماء يبيدوه وبعض العلماء لا يبيدوه، وانا رايي ان احنا ما ناكلش برضه الفهد احسن. ويحرم من الطيور ما له مخلب، لان زي يعتبر سبع مفترس بكسر الميم وفتح اللام مخلب اي ظفر قوي يجرح به كصقر وباز وشاهين وحدقه برضه، لأن نص الشارع على الأمر بقتلها. طيب هذه الأشياء المحرمات، لكن أحل بقى الشارع أكل الدجاج مثلا وأكل إيه البط والأوز سواء بري أو إنسي، وأحل الشارع أكل إيه الحمار الوحش، ولكن حرم الشارع أكل البغل. البغل هو ما تولد من حصان وحمار، ونص الشارع على حرمة أكل البغل لأنه تولد من مأكول ومن غير مأكول، فإذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام. إلا أن يكون البغل تولد من حصان وإيه وجاموسة، ابن الحصان تزوج جاموسة فأنجبه بغل ابن جاموسة. تصور هذا يعني، لو تصورنا هذا الجاموسة مأكولة اللحم والفرس مأكول اللحم، يبقى البغل المتولد من مأكولي لحم يجوز أكله، لكن لو كان من واحد مأكول وواحد غير مأكول يبقى لا يجوز أكله، لأن إحنا عندنا يجوز أكل الحصان عند الشافعية. واضح؟ لكن لا يجوز أكل الحمار الوحش. طب البغل المتولد من حصان وحمار وحشي يجوز أكله، لأن يجوز أكل الحمار الوحشي. فهمت بقى المسألة؟ لأنه تولد من إيه؟ من مأكول من مأكولين. كذلك لو كلب تزوج شاة فأنجبت شاة بنت كلب يحرم أكلها. فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ لأن الكلب يحرم أكله، الشاة يحل أكلها، ما تولد من محرم ومأكول يحرم أكله. قواعد تبقى في ذهنك عشان تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. وكل ما حرم أكله حرم لبنه وحرم بيضه إن كان طائر. فهمت بقى ازاي؟ لو كان طائر يبقى يحرم اكله، يبقى ما اكلش بيضه. ده اذا كان طائر. طب واذا كان حيوان يحرم اكله، يبقى يحرم لبنه، يبقى يحرم شرب البان الحمر الاهلي، بل هي نجسه عندنا كمان عند الشرع. لبن الحمار نجس ويحرم شرب. لماذا؟ لان يحرم اكل لحمه، وكل ما حرم لحمه حرم لبنه وحرم بيضه. طيب الحاجات المحرمات دي كلها بقى اللي احنا اتكلمنا عليها تحل، كل المحرمات دي تحل للمضطر بس عند المجاعة، في حصل جوع والناس خلاص هتموت يذبحوا الكلاب ياكلوا، ولو ما ذبحوهاش خنقوها وخدوها ميتة كده حتى يحل أكل الميتة. عشان كده بعض الفقهاء قالوا هل عند الاضطرار يجب ذبح غير المأكول كالمأكول لتزكيته؟ قالوا لا يجب ذبحه، لأن هو تزكيته ما زكيته هو ميت، وهي تحل أكل الميتة إيه عند الاضطرار، وبالتالي حتى لو خنقته طالما في الاضطرار. فهمت بقى المسألة؟ والله الناس جربت الحاجات دي ما جرالهاش حاجة،
يعني في المجاعات المثيرة على مر التاريخ ما جرالهمش حاجة. والجماعة بتوع كوريا بياكلوا كلاب وصحتهم زي الفل، يعني المسألة مش مسألة بقى صحية. إذا الأطباء قالوا كده هيبقى الدليل من جهة الطب ليس من جهة الشرع. لو الأطباء أثبتوا إن أكل المخنوق ده يؤدي لضرر للطب ده بدني، وأنت استطعت إنك أنت في الاضطرار إنك أنت تزكيه يعني زكيه. لكن افرض إنك أنت لقيته ميت كده ورامينه جنب الحيط ياخدوه ياكلوه. فهمت إزاي؟ ده مين؟ ده وقت الاضطرار. علشان مخموق، وساعتها يحل اكله ولا يجب اكله؟ يقول لك المحرم اذا احله الشارع او يبقى اوجبه. فهمت القاعده؟ هو اصله حرام فاحله الشارع عند الضروره، يبقى واجب عند الضروره تاكله والا تبقى منتحر. فهمت المساله؟ يبقى يقول لك يحل اكله يعني يجب اكله. ليه؟ لانه طرأ الحل على الحرمة، فلما يطرأ الحل على الحرمة ايه؟ يوجب تناولها للضرورة وإلا يهلك الإنسان نفسه. فهمت بقى المسألة؟ ويحل للمضطر، يعني أنت ممكن هنا إيه تقول وجوبا لحفظ حياته، وهو من خاف على نفسه الهلاك من عدم الأكل في المخمصة، المخمصة اللي هي المجاعة، موتا أو مرضا مخوفا. يعني مثلا إيه؟ خايف على نفسه من الموت أو من إنه يصاب من قلة الأكل بمرض إيه؟ يفضي إلى الموت. أو خايف لمرض يزيد من شدة الجوع مع المخمصة، كل ده يجيز له أكل. أو انقطاع رفقة، يعني تاه في الصحراء ما عندوش حد يعمل إيه؟ ولقى تعبان ياخدوا لك نعمل ايه؟ الصعقه كانوا بيربوهم على كده، فاكر انت؟ الصعقه ياكلوهم المحرمات كلها، ياكلوهم التعابين البريه. ليه؟ بيقول له علشان انت هتضطر وقد تتوه في الصحراء شهور طويله على ما ترجع بلدك، فما تموتش. يقوم يعلمه الحكايه دي علشان يتعود عليه. ليه؟ لانه خايف على نفسه انقطاع رفقه، تاه في الدنيا، تاه في صحراء شهور لحد ما يلاقي له حد يوصله. ففي الحالة دي له أن يتناول مثل هذه المحرمات. طب يأكل بقى ويشبع ولا يسد الرمق؟ قال لو كان المخمصة دي فترة مؤقتة وتزول يبقى ما يأكل ولا يشبع، يعني يأخذ بس بقدر الضرورة. قالوا لو كانت حتى طول له أن يأكل أكتر من الضرورة شوية لأنها صارت حاجية، ويقول لك ايه؟ تنزيل الحاجه منزله الضروره، لو طالت الضروره. فيبقى ساعتها ممكن ايه؟ ياكل شويه، بس مش شرط يشبع قوي، بس ياكل يعني كده لحد ما يحس ان صحته هترجع له تاني بعد ما ضعف بالهزال بسبب المخمص. ولم يجد ما ياكله حلالا، بالشروط دي في مخمصه ولم يجد ما ياكله حلالا. فهمت ازاي؟ له أن يأكل من الميتة المحرمة عليه ما، يعني شيئا يسد به رمقه، يعني يبقي روحه. وإحنا قلنا لو طالت الضرورة نبيح له أن يأكل، ويبقى من باب منزلة الإيه؟ الحاجة منزلة الضرورة، أو منزلة الحاجة منزلة الضرورة. ولنا ميتة حلالا، احنا قلنا كل الميتات حرام الا بقى اثنين بس نص النبي على حلهم، وهو السمك والجراد. والسمك كل ما يعيش في البر حياه مذبوح يسموه سمك، ولو كان على هيئه المحرم في البر ككلب البحر وكايه كالترسه. انت ما تاكلش كلب البر لكن كلب البحر تاكل، ما تاكلش السلحفاه لكن تاكل ايه؟ الترسه. ليه؟ لانها لا تعيش في البر الا حياه مذبوح، يعني ايه؟ يعني شويه كده وتموت، ادي حياه المذبوح، ما تقدرش تعيش. فاهم؟ ده مذهب الشافعيه. الاحناف طبعا قالوا كل ما كان في البر حرام فمثيله في البحر حرام، فما ياكلوش بقى ايه؟ ثعبان البحر
ولا ياكلوا الترسة ولا ياكلوا كلب البحر ولا خنزير البحر ولا عبوس البحر والحاجات دي، ولا حتى الكابوريا لانها هي تشبه العقرب، ولا ياكلوا الجمبري لانه يشبه حشره حشرات البر. كل ده على مذهب مين؟ الاحناف. لكن على مذهب الشافعيه والمالكيه والحنابله يجوز اكل ما كل ما كان في البحر. طب بر مائي بقى زي ما قلنا لك تمساح وضفدع يحرم عند الشافعيه وعند الجمهور الا عند قول الملك. ولنا ميتتان حلالان وهما السمك، عرفنا السمك اللي هو ايه؟ كل ما يعيش في البر حياه مذبوح، ده تعريف السمك. والجراد دي حشره لكن اجاز الشارع لنا اننا ايه؟ ناكلها. ويعني ايه ميته؟ يعني اخدها واكلها من غير ما ازكيها، من غير ما اذبحها، ولو اللي صيدها غير مسلم. واضح؟ وغير كتابي كمان، يعني لو اللي صيدها كافر ولا مجوسي صيد السمك برضه ناكله. ليه؟ لان احنا مش محتاجين نذبحها. والجراد برضه من الميتات ومن الحشرات، الا ان الشرع نص على جواز اكله فيؤكل. واحل لنا دمان، لان ربنا سبحانه وتعالى نهى عن اكل الدم. مش اي دم مسفوح محرم. الكبد عباره عن كتله دم متكتله جوه هذا العضو، عباره عن شبكه فيها دم. والطحال كذلك، الا ان الشارع اجاز لنا اكل ايه؟ سواد البطن. يسمى الكبد ايه؟ سواد البطن. واحل لنا دمان حلالان وهما الكبد والطحال. فبيقول في الآخر هنا: وقد عرف من كلام المصنف هنا وفيما سبق أن الحيوان على ثلاثة أقسام، أحدها ما لا يؤكل مطلقا، يعني زي الأسد والنمر مثلا ما لا يؤكل مطلقا فذبيحته وميتته سواء حرام. الثاني ما يؤكل حلال إلا أنه لا يحل إلا بعد التزكية. فهمت إزاي؟ حلال أكله بس لا يحل إلا بتزكية. هذه التزكية قد تكون بالذبح أو النحر أو العقر أو الصيد زي ما قلنا. فهمت بقى؟ دي وسائل تزكية الحيوان. فلا يحل إلا بالتزكية الشرعية. والثالث ما تحل ميتته كالسمك والجراد، يعني مش محتاجة زكية، أكله هو ميت. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على فصل في أحكام الأضحية الثلاثاء بعد القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا